السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ معكم سعيد او تو فيس من جي 4 اي، واليوم معاي كل ماستر جيمنج. كيف حالك كل ماستر؟ الحمد لله تمام ان شاء الله دوم. اليوم طبعا بنلعب اوفر ووتش، الطور اللي شارات روكت ليك. انا طبعا ما اعرف ولا مره لعبته، كل ماستر قال لي عنه فبنشوف الحين، لان انا اول مره اجرب الطور، انا ما ادري ايش السالفه اصلا. هني تدريب بس، بعد ما دخلوا لاعبين كفايه. يا يعني انت لعبته قبل؟ لعبته قبل. انا اوكي، شوف هذا شوف هذه العلامات، هاي تخليك تنقز زياده. سمعوك يعني قالوا ولا تزعل يا يمكن امامكم ولا شيء. ليش يضربني هاي؟ وين صار؟ والله بدور راسك من هاللعبة صدق. بيت انا بادي يا عم يا ابو علينا جول. ايه ما تعرف كيف بس يا ابو علينا جول. كيف والله كيف دشت يعني؟ ما يصير مبرد مبرد الموضوع في غش. اوكي اوكي ترى حقي كله من ميراد. عطى 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 فري شي عطى بوكس حق الجول. Yeah.